طيب، احنا دايما بأول المادة بنحاول دايما نحكي عن محتوى المادة بشكل عام، يعني بناخد ايش هي المادة بشكل عام، السيلبس، بنشرح السيلبس. طيب، بالبداية احنا قلنا انه الكتاب اللي بدنا نعتمده هو اسمه The Principles of Pharmaceutics 2 لدكتورة هبة الصالح، تمام، وأماني، دكتورة هبة ودكتورة أماني. نبلش أول شيء نحكي بشكل عام إيش هي الستوتكس 2. طبعا أنا حكيت لكم المرة الماضية إنه راح نبلش نحكي عن اللي هو الليكويد دوزج فورم. الليكويد دوزج فورم يعني الأشكال الدوائية السائلة، زائد اللي هي انتوا بتعرفوا إنه صرته بالصيدلانيات قبل ما نحكي عن أي شكل من أشكال الأدوية، نعتبره كلياته كحالة يعني من حالات المواد، سواء صلبة أو سائلة أو غازية، وندرس خصائصها. يعني تطلعوا هون بالأول بدنا ندرس الليكويد ستيت بشكل عام، لأن أنت لما بتعرف خصائص حالة المادة، زي مثلا إيش أنواع الروابط اللي بتربطها بين الجزيئات، إيش المواد اللي بنضيفها كإضافات ممكن بتأثر على شغل المادة مع بعض، يعني الجزيئات مع بعض، درجة الحموضة، طبيعة المادة كأنها حامضية أو قاعدية، إيش هي العوامل اللي بتأثر على الذائبية، لأنه إحنا لما بنحكي عن إشي ليكويد معناتها دائب، صح؟ فهون بشكل عام كل يونت 1 بنحكي عن خصائص الحالة السائلة يا مس، بدون ما نتطرق إلى أي حال إلى أي شكل من الأشكال الدوائية. أما يونت 2 هون بنبلش نحكي عنهم واحد واحد. طلعوا عنوان يونت 2 Liquid Pharmaceutical Dosage Forms. إذا هلأ بدي أمسك كل شكل لحاله، غالبا بنحكي عن تعريفه بشكل عام بالأول، وبعدين بنحكي يعني طرق التحضير، الحسنات، السيئات اللي هي الادفانتجز والديسادفانتجز، وبتلاقينا كمان ممكن نحكي عن بعض الاشكال الدوائيه واستخداماتها، اليوزز لها، يعني بنعطي امثله على هذا الدوزج فور. فلاحظوا معي بشكل اساسي رح نحكي عن المي، لانه المي هي القاعده الاساسيه لتكوينه او تحضيره اغلب الاشكال الدوائيه السائله. احنا عارفين طبعا انه اي شيء سائل معناته فيه مذيب ومذاب، solvent و solute. فاحنا بالاول بندرس المي، نتعرف على انواع المي، نتعرف على طرق تحضير المي، لانه المي لما احنا بنحكي عنها بشكل عام، المي اللي بنعرفها بنشربها، صح؟ وفي مية الحنفية. مية الحنفية لو أجي سألتكم إنه هل إذا أنت مش مركب فلتر بتقدر تشرب من مية الحنفية مباشرة، رح تقولي لا. ليش؟ لأنه بتكون فيها زي شوائب. برضو نفس الشيء لو جيت بدي أسألك إنه مثلا المي اللي بنستعملها لحل الأدوية تاعت الحقن، أي دواء إبرة بدي أحلها، باجي بحلها بمي من الحنفية؟ طبعا مستحيل. فلهيك بداية دايما نتعرف على المي، طرق تحضير المي، خصائص كل نوع من المي. بعدين شوفوا بيجي عنا إشي اسمه الأروماتيك ووتر، اللي هو الماء العطري، زي ماء الزهر، وبرضه نفس الشيء بنتعرف على طرق تحضيره وأمثلة عليه. بعدين بشكل عام عن السليوشنز، السليوشنز اللي هم المحاليل، وأهم إشي يمس بصيدلانيات بشكل عام تعرف اسم الدوزج فورم وتعريفه. وممكن دائما يسألوكم سؤال بالعملي إنه قارن قارن، أعطيني شو الفرق بين مثلا السليوشن والسبيريتس. مثلا طلعوا هون بدي اكمل لكم، هاي سوليوشنز المحاليل، بعدين سبيريتس هذا شكل تاني من الاشكال الدوائيه السائله، تينكتشرز، اكستراكتس، الكزير، بيرنترال بريباريشنز. انا عم بركز بس على اللي بالبولد يعني اللي بالغامق. هذول كلياتهم كمان شوفوا هون اوفثالميك دروبس اللي هن القطرات، اير نوز دروبس، suspensions، lotions، emulsions. لاحظوا هذول كلهم اللي حكيناهم بنعتبرهم من الليكويد فارماسوتيكال دوزج فورمز. سؤال تقليدي بيكون دائما بالامتحان انك تقارن
أو عرف مثلا هون لو اجيت حكيت لكم شو الفرق بين stelutions والsuspensions، حنتعرف على هاي المفاهيم كلها ونعرف نقارن بيناتهم. يعني ببساطة مثلا تيجي بتحكي لي solution معناها محلول، شو يعني محلول؟ يعني بتكون من شغلتين اللي هم المذاب والمذيب، زي المي والسكر. بس المي والسكر لما انت بتذوبهم ببعض السكر بيختفي بشكل تام، صح ولا لا؟ وبالتالي لما بيختفي السكر بيصير عندي طور واحد للمادة، هيك بتصير مي صافية، تختفي جزيئات السكر. إذن التحضيرة هي عبارة عن طور واحد، عشان هيك بسميها سليوشن محلول. فشرط أساسي بالمحلول إنه المذاب يختفي. أما مثلا بالسسبنشنز يا مس، معنى سسبنشن بالعربي المعلق، معلق معناتها هو برضو بتكون من شغلتين مذاب ومذيب، لكن هون المذاب ما بيدوب بشكل تام، بيضله ظاهر على شكل بارتيكلز صغار. هاي أول خاصية. فبالتالي بدك تقول إنه السوليوشن وان فيز يعني طور واحد، بينما السسبنشنز تو فيسز، سوليد وليكويد. الجزيئات الصلبة هاي البارتيكلز اللي حكيت لكم إنها ما بتدوب، والمي اللي بتكون هي الوسط الأساسي للإذابة. فبالتالي شايفين هاي كل الأشكال الدوائية اللي حكينا عنها، رح ناخد حسناتها سيئاتها طرق تحضيرها أمثلة عليها. مثلا أحيانا بيكون في إلها incompatibilities. شو يعني incompatibilities؟ يعني عدم توافق لبعض المركبات أو بعض التحضيرات، فبناخدها بعين الاعتبار عشان لما نيجي نشتغل التحضيرة نكون عارفين. مثلا هون يا مس بالإيمالشنز، كمان الإيمالشن دائما أنا بحكي لكم اتذكروا إنها نفسها نفس الكريم. وأكثر سؤال بتنسألوه بالامتحان هو شو أنواع الإيمالشنز، أو شو الفرق برضو أو قارن بين الإيمالشنز والسسبنشن. الإيمالشن الكريم هو برضو عبارة عن طورين يا مس، بكل بساطة شايفين هون هاي اللي بين قوسين زيت ومي، oil and water، بيكون دائما اللي بالآخر هو الأكتر، أو water and oil، وبالتالي هون الأويل أكتر. بالعربي كريم الليل وكريم النهار، برضو هاي من المقارنات المهمة اللي بسألوكم عليها. طبعا أنا عم بمر بشكل سريع كل هذا الحكي، لما نشرحه رح نرجع يعني رح أرجع أأكد عليكم بالتفصيل تنتبهوا لهاي الأمور. نيجي ليونت 3 اللي هي الوحدة الثالثة، بتحكي عن الحالة الغازية. طبعا بالبداية اليونت 3 بيشرح لنا عن خصائص الحالة الغازية والقوانين اللي بتحكم الحالة الغازية، ويونت 4 هيها gaseous pharmaceutical dosage forms اللي هن بيوضح لي فعليا شو هي الأشكال الدوائية الغازية. وانتوا عارفين أشهر مثال عليها الأدوية تاعت البخاخات تاعت الربو تاعت الأزمة، اللي هي اسمها بالإنجليزي الأيروزولز، البخاخات الأيروزولز. وطبعا هون البروبيلانت رح نحكي شو هن وخصائصهم. يعني انتوا بتعرفوا انه المادة اللي بالبخاخ لما بتضغط عليها، هم لما بصنعوها بطريقة انه المادة تكون مضغوطة جوا العبوة. مجرد ما تكبس على العبوة يا مس انت بتعمل يعني هي بتكون مضغوطة، فانت لما بتكبس بتحرر الضغط هذا فبتنطلق جزيئات المادة الدوائية. لاحظ انها بتطلع على شكل رذاذ، او احنا بنسميها بالعربي بخة هيك. هاي بتكون بسبب انه حاطين جوا المادة اشي اسمه بروبيلانت، اللي هي زي مادة قاذفة تحمل جزيئات المادة الدوائية وبتقذفها من داخل العبوة. هذا الكلام رح كله رح نحكيه بالتفصيل الممل، رح نتعلم كل اشي بالمادة بشكل يعني اساسي. يا مس صيدلانيات 2 او كتير سهلة، فهمها سهل، ربط معلوماتها سهل، ولكن بضل جزئية إنك تحفظ المعلومات لأنه فيها كمية لا بأس فيها من الحفظ. تمام؟ طيب نبلش بيونت 1، هناخد هيك introduction بسيطة ونكمل عليها المرة الجاي. بحكي لنا liquid state اللي هن الحالة السائلة. لو سألتكم تتذكروا شو هي حالات المادة؟ صلبة، سائلة، غازية.
المواد الصلبة، هلا احنا رح نحكي عن السائلة والغازية. المواد الصلبة رح تاخدوها بصوت اكس 3. طيب بس لحظة شوي، forces of attraction هون بحط عليها مربع، بده يبلش يحكي لي عن طبيعة الروابط اللي موجودة بين جزيئات أي مادة سائلة يمس، بسميها قوة التجاذب. forces of attraction معناها قوة التجاذب. بدي تركزوا معي يمس، لأنه الجزئية اللي رح أشرحها هلأ مو جزئية بسيطة، المفروض إنه أخذتوها بالأورجانيك شوي، هيك بدنا نرجع لمعلومات الأورجانيك. بقسم لي قوة التجاذب بين جزيئات المادة، خلينا هون نقول بالحالة السائلة، إلى انتر وانترا مولوكيولار فورسز. بتحطوا لي خط تحت كلمة، تحت حرف الإي، أو دائرة هيك على الإي ودائرة على الإي. أوكي، شوفوا شو بدي منكم. انترا عند كلمة انترا هون الثانية اللي فيها حرف الـ A اللي كتبته دائرة على الـ A، اكتبوا فوقها بالعربي كلمة أنا. شو يعني أنا؟ يعني زي كأني أنا هسا بدي أميز بين الروابط اللي موجودة داخل المركب نفسه بالجزيء الواحد، زي كأنه الجزيء بحكي عن حاله أنا، تمام؟ فالروابط اللي بتجمع بين العناصر تاعته داخل المركب، هنشوف بالأمثلة هسه وتوضح الأمور أكثر، بس أنا عشان ما تخربطوا من البداية بدي الـ A تربطوها مع أنا، يعني زي كأن الجزيء بحكي عن حاله لحاله. إذا أنا بحكي انترا موليكيولر، إذا الروابط اللي موجودة داخل الجزيء الواحد، كأن الجزيء بحكي عن حاله لحاله. أما لما بحكي عن الروابط الانتر موليكيولر، معناته هي الروابط اللي موجودة بين الجزيئات، يعني الجزيء والجزيء الثاني والجزيء الثالث والجزيء الرابع جوا داخل مثلا كاسة المي. مش أنا بعرف إنه المي كجزيء بعبر عنه H2O، طيب فعليا جوا الكاسة نفسها ال H2O الأولى مع الثانية مع الثالثة كيف مجموعين بنفس الكاسة؟ أكيد في بينهم روابط تجاذب، لهيك بنقسم روابط التجاذب بين جزيئات الحالة السائلة إلى نوعين. حطوا خط تحت كلمة انتر وفوقها رقم واحد، وخط تحت كلمة انترا واكتبوا رقم اثنين، تمام؟ ما بدي تخربطوا بينهم، هدول الكلمتين جدا مهمات يا مس، اكتبوا هون جنبهم مهم. There are two kinds of forces of attractions that operate in a molecule. إذا بحط دائرة على كلمة two، بشكل رئيسي رح نقول إنه في نوعين من قوى التجاذب أو الترابط اللي بتشتغل على الجزيئات بالحالة السائلة. هاي هم مرة تانية، بحط خط واحد انترا مولوكيولار، برجع بحط على الـ A دائرة وبكتب أنا، معناته بحكي عن الرابطة اللي جوا الجزيء الواحد، أو انتر مولوكيولار وبكتب هون خط وبحط جنبها أو فوقها رقم اثنين بين الجزيئات، الروابط اللي بين الجزيئات. ميزنا يمس بين كلمة intramolecular وبين كلمة intermolecular، لازم نميز بينهم هدول أول شيء. منكمل. Let's try to understand this difference through the following example. بحكي لي بدي أعطيك المثال التالي عشان أخليك تميز بين الروابط اللي داخل الجزيء مع نفسه أو الجزيئات مع بعض. طبعا هون هيك جايب لك هيدروجين، مش شايفه، كلورايد، هيدروجين كلورايد، وبعدين زي كأنه بحكي لك جايب لك إبرة وخيط، هاي إبرة وخيط. أوكي، هي مش واضحة هاي الصورة تعطيك مثال فعليا يعني بيمثل الرابطة اللي موجودة، بس بشكل أساسي زي ما حكيت لك. هلأ شوفوا ال HCl، عارفين شو هو هذا المركب اللي هو، اكتبوا هون جنبه H Cl، حمض الهيدروكلوريك. إذا أنا بعبر عن جزيء حمض الهيدروكلوريك الواحد اسمه HCl. طب شوفوا ال H مع Cl، هذا هيك بحط عليه دائرة مس لحاله وبكتب عليه جزيء ال HCl. اتطلعوا على داخل الجزيء، داخل الجزيء ارتبطت الهيدروجين مع الكلور بجزيء واحد، إذا هاي الرابطة اللي هون بالنص إيش بسميها؟ بما إنها داخل الجزيء الواحد
إذا هو بحكي عن حاله أنا، إذا انترا موليكيولار فورس. أما لو إجيت حكيت بين الجزيئات هاي مع بعض، لما أربطهم هون شوفوا كيف في روابط هون، الجزيء الأول مع الجزيء الثاني، هاي HCl في رابطة بينهم، HCl في رابطة بينهم كمان HCl، هاي الرابطة هون اللي بين الجزيئات المختلفة شو سميناها؟ إذا بحط هون دائرة مس إنه بين الجزيئات، هاي بسميها الـ intermolecular forces. تمام، بس هيك representing، هي يعني figure بس كتوضيح. بحكي لنا هون as we see in the above figure، بقول لك زي ما شبهنا بالصورة السابقة، exactly the same situation exists in molecules، تقريبا هذا الحكي موجود بين الجزيئات. Just imagine the towels to be real atoms، بس تخيل المربعات هدول اللي هم حاطين إياهم كأنهم ذرات حقيقية زي الهيدروجين والكلوريد. هسا بدي اشرح لي الحكي اللي حكيناه. These two atoms are bound to each other through polar covalent bond analogous to the thread. يعني بحكي لنا فعليا انا لما بحكي على جزيء HCl يمس كرابطة بتجمع بين ذرة الهيدروجين وذرة الكلور، انا بحكي لك هو احنا بنرسمها H، اذا بتتذكروا برسم H وخط Cl، الخط هذا اللي كنا نرسمه بالأورجانيك هو بيمثل رابطة هيها كوفيلنت، بحط خطين. شو يعني كوفيلنت؟ رابطة تساهمية. لما بقول بضيف لها كلمة بولر معناتها قطبية، حطوا خطين يمس تحت كلمة بولر كوفيلنت وبكتب تساهمية، رابطة تساهمية قطبية. نرجع شوي نتذكر شو يعني رابطة تساهمية. تساهمية يعني كل واحدة من الذرات ساهمت بـ 1 إلكترون وتشاركوا فيه بحيث إنه صاروا الإلكترونين ينحسبوا للذرتين بنفس الوقت، أوكي؟ وبولر إذا بتتذكروا معناها قطبية. شو يعني قطبية؟ يعني كل ذرة منهم بتحب الإلكترونات بطريقة مختلفة عن الثانية، واحدة بتحب تسحب الإلكترونات جهتها أكثر من الثانية. فشو بيصير بالسحابة الإلكترونية؟ زي كأنها بتتركز على الكلور أكثر من الهيدروجين، لأنه الكلور جاي على يمين الجدول الدوري. فإذا بتتذكروا إحنا كنا كل ما نمشي على يمين الجدول الدوري نتجه باتجاه الفلور، بتزيد الكهروسلبية أو الإلكترونيجاتيفيتي أو حب الإلكترونات، وبالتالي H جاي على شمال الجدول الدوري بينما الكلور جاي على يمين الجدول الدوري. بما أنه واحدة أقصى اليمين وواحدة أقصى الشمال من الذرات هدول، أكيد رح يكون في فرق بالكهروسلبية أو بحب الإلكترونات، لهيك توزيع الإلكترونات بيناتهم يمس ما رح يكون متساوي، حتنزاح الإلكترونات جهة الكلور لأنها بتحب الإلكترونات أكتر حتسحبها، فبتصير الرابطة قطبية. هذا الكلام لازم نتذكره لأنه حنتعلم أنواع الروابط بهاي الوحدة، ونحاول يعني لما أقول لك أي جزيء أعطيك مثال لأي جزيء من المركبات، لازم أنت تعرف تحكي لي إنه هذا الجزيء عبارة عن رابطة، أو تحكي لي شو نوع الرابطة اللي فيه سواء انترا أو انتر، وحنتعرف عليهم بالتفصيل. فبلشوا تذكروا معي هاي الروابط يمس. طيب each hydrogen chloride molecule in turn is bounded to neighboring hydrogen chloride molecule. شو يعني هون neighboring؟ كل جزيء، هو هون بقولنا بالعربي كل جزيء من حمض الهيدروكلوريك بيرتبط بالجزء المجاور له، neighboring يعني المجاور له، through dipole-dipole interaction. حطوا لي خطين يمس. شوفوا كيف بيجي السؤال بالامتحان. مثلا بسألك جزيء ال HCl زي ما هو معطيك المثال هاي الهيدروجين كلورايد، احنا وضحنا انه داخل الجزيء نفسه الهيدروجينة مرتبطة بالكلور عن طريق رابطة تساهمية قطبية polar covalent، وحطينا هون خطين. مش حطينا هون خطين؟
طلعوا سهم هيك واكتبوا انها هاي عبارة عن الانترا موليكيولار بوند، انها الرابطة اللي موجودة داخل الجزيء، بينما الجزيء رقم واحد مع الجزيء رقم اثنين يعني HCl كاملة مع ال HCl الكاملة الثانية اللي جنبها، شو نوع الرابطة اللي بتربطهم هون؟ بحط خطين يمس على كلمة dipole dipole attraction، وبحط هون هيك سهم وبكتب انه هي هاي عبارة عن ال intermolecular forces، يعني الرابطة اللي موجودة بين الجزيئات وليست داخل الجزيء نفسه. اكتبوها مس ضروري. طيب كيف بيجي السؤال بالامتحان؟ بحكي لك مثلا الرابطة the intermolecular force that exists between HCl molecules، وبحط لك خيارات polar covalent أو dipole dipole attraction، تيجي انت بتختار حسب ما انا طلبت منك. بما اني قلت لك انتر معناته بين الجزيئين المختلفين، فبتيجي بتختار لي دايبول دايبول مثلا. اما اذا حكيت لك انترا موليكيول اوف اتش سي ال، يعني الرابط اللي موجود داخل الجزيء نفسه من الاتش سي ال، بتيجي تقول لي البولر كوفالنت. اوكي، ف we will talk about dipole dipole interactions in detail a bit later. يعني انا زي ما قلت لكم هسه احنا عم نحكي بشكل هيك مقدمة بسيطة عن بعض الروابط اللي موجودة بجزيء واحد، يعني بس حكينا عن ال HCl وراح نرجع نحكي عن كل الروابط هاي مس بالتفصيل. كمان شغلة تانية، بعد ما نتعرف على انواع الروابط يا مس، بدنا نصنف الروابط هاي حسب قوتها. هلأ أنا لما بحكي رابطة معناته زي كأنها أو هي قوة تجاذب بين يا إما ذرات يا إما جزيئات. كل ما كانت القوة هاي، كل ما كانت الرابطة هاي أقوى، معناته لو بدي أجي أنا أعمل أي تفاعل يا مس، أنتوا بتعرفوا معنى التفاعل، إني أكسر روابط وأبني روابط جديدة. اوكي، يعني مثلا لما بدي ابني جزيء مي، انا بحط غاز الهيدروجين H2 زائد O2 والاكسجين عشان اعمل جزيء H2O، فبالتالي بدي اكسر الرابطه بين التنتين H بالاول، اكسر الرابطه بين التنتين O، وابني رابطه جديده بين ال H وال O. لهيك هاي التفاعلات يا مس لما باجي بعبر عنها، بعبر عنها بإشي اسمه الطاقه. هل هو تفاعل إذا بتتذكروا هذا الكلام ماص للطاقة أو طارد للطاقة أو للحرارة، صح؟ فكل ما زادت قوتها كل ما احتجت أنا طاقة أكبر عشان أكسرها مثلا. هذا الحكي بيفيدنا لقدام إنه إحنا نبلش نعرف المركبات هل هي مستقرة ولا غير مستقرة. كل ما كانت نوع الروابط اللي بتبنيها أقوى معناته إيش؟ هي مستقرة، لأني رح أحتاج طاقة أكبر عشان أكسرها. هنحكي برضو عن هذا الكلام بالتفصيل. نيجي نكمل هون بس المقطع هاد، بحكي لنا The polar covalent bond is much stronger، بحط دائرة على كلمة stronger، خط على كلمة polar covalent bond وبحط دائرة على كلمة stronger، يعني هون بده يعمل لي مقارنة بين الرابطين اللي احنا ذكرناهم. احنا بس حكينا عن رابطة تساهمية قطبية ورابطة الدايبول دايبول. أنا حكيت لكم شو معنى دايبول دايبول بالعربي، ترجمها الرابطة اللي هي ثنائية القطب. دايبول معناها ثنائي القطب. هلأ مش أنا حكيت لكم هون، طلعوا لي على الرسمة الهيدروجين على شمال الجدول على شمال الجدول الدوري والكلور على يمين الجدول الدوري. مس حكيت لكم مين أقوى بسحب الإلكترونات، مين الكهروسلبية له أعلى الكلور. فإذا بتتذكروا إحنا كنا نكتب HCl، معلش هون القلم مش مفعل فمش راح يكتب هسا، اكتبوا أنتوا HCl، وعلى ال H كنا نكتب جزئي، شحنة جزئية سالبة، سوري على ال H كنا نكتب شحنة جزئية موجبة، وعلى الكلور شحنة جزئية سالبة. تذكروا partial positive partial negative. فبالتالي أنا إذا بدي أجي أطلع على جزيء الهيدروكلورايد، هو فعليا مشحون الهيدروجين عليه جزئي موجب والكلور جزئي سالب، زي كأنه قطبين زي المغناطيس، صح؟
طب أنا لما أحط موجب سالب والجزيء الثاني جنبه موجب سالب، مش في صار في تجاذب بين الموجب والسالب والسالب موجب؟ أكيد تجاذب كهربائي، بتعرف إنه قطب موجب وقطب سالب بصير في تجاذب. فعشان هيك بده يجي يقارن لك إنه الرابطة الثنائية القطب هي عبارة عن تجاذب كهربائي يمس بين الجزيئات هدول اللي in between حكيناهم هيهم هون. فعليا يمس، هل هم أقوى ولا أضعف من الرابطة اللي بتربط الهيدروجين مع الكلور نفسها جوا الجزيء اللي هي الرابطة التساهمية؟ دائما الرابطة التساهمية أقوى من الرابطة اللي هي ثنائية القطب، فهاي بحفظها من المسلمات على طول بعتبرها. هناخد ترتيبهم ولازم تحفظوا ترتيبهم لأنه بتتعلموا أو بتنسألوا رتب الروابط أو بعطيك جزيئات بدك تبحث عن نوع الروابط فيها بعدين ترتبها حسب قوة الرابطة فيها. إذا the polar covalent bond، بحط على هاي الجملة كاملة خط ومهم، the polar covalent bond is much stronger، ودائرة على كلمة stronger in strength than the dipole-dipole interaction. The former is termed an intramolecular attraction. الفورمر معناها الرابطة الأولى اللي حكينا عنها، مين هي؟ البولار كوفيلنت. شو صنفناها مس؟ هيها حطوا عليها مربع، intramolecular attraction. مش قلت لكم هي رابطة داخل الجزيء الواحد نفسه؟ الجزيء عم يحكي عن حاله، أنا جواتي رابطة تساهمية. yes، while the latter، latter هون معناها الرابطة الثانية اللي حكينا عنها. شو الرابطة الثانية؟ الدايبول دايبول، اعتبرناها ايش؟ intermolecular، بحط عليها مربع بانه هي عبارة عن الروابط الموجودة بين الجزيئات. اوكي، so now we can define the two forces. وبالتالي هلأ بنقدر نعرف النوعين اللي ذكرناهم في بداية المحاضرة، نوعين من الروابط. هيها intramolecular forces، وبحط دائرة على كلمة intramus، وهي تعريفها، سوري دائرة على حرف A، وهي تعريفها، بكمل عليه خط ومهم، are forces، هي الروابط أو القوى، that hold atoms together، اللي بتربط الذرات مع بعض، وبحط خطين تحت كلمة within a molecule، يعني داخل الجزيء الواحد، بينما intermolecular forces are forces that exist، وبحط خطين تحت كلمة between molecules. مس لاحظوا إنه الفرق بين التعريفين هي كلمة، بحط دائرة هون، بحط دائرة هون اللي هي within، ودائرة على كلمة between. لما أقول لك within molecule معناته داخل الجزيء الواحد اللي هي الانتر، وbetween معناته بين الجزيئات. هيك بدنا نعمل stop وأعطيكم مجال للdiscussion.